أريد بس واحد يقنعني، كيف هاي الشخصية أربع نجوم؟ السلام عليكم، كيف حال الاحوال؟ ان شاء الله تكونوا بافضل حال. فيديو اليوم راح يكون مميز لانه مو بس راح اشوف السقف تبع جيمنج، راح افجر السقف، راح اشوف لي وين اقدر اوصل مع هاي الشخصيه الاربع نجوم اللي للامانه يغطي على نص الخمس نجوم. الديتيلز 2000 اتاك، 60 كريت ريت، 190 كريت دامج، الانرجي شويه قليل و46 بايرو دامج. البناء تبعه فري تو بلاي، سلاح اليمنتال ماستري، ارتفاكت الهنتر اللي يعتبر افضل شيء له، سي 6، هاي هي التالنتس تبعه، ولكن في تركه بالموضوع. فما شاء الله داخل بحساب حوت سي 6 فورين او سي 6 كلاود، حتى بين السي 6. الديتيلز تبع كلاود اول شيء 3400 اتاك، 60 كريت ريت و120 كريت دامج، 138 انرجي، ارتفاكت الفيردسنت، وطبعا سي 6. وهاي هي الديتيلز الالتيميت ليفل 13، وديتيلز متجر 12، خلونا نشوف. والكمون ب 15 ريال، وهاي ب 104، وعروض وحركات. ولو تشوف هنا على اليسار تلقى كود ريد تقدر تستخدمه بهذا المتجر علشان تدعمني وعشان تحصل خصم، لانه الى الان ما حد توقعه في التعليقات. واذا كنت تريد حساب جديد فمتجر ماي جنشن ستور راح يضبطك وتقدر تستخدم فيه نفس الكود. شوفوا شوفوا كيف الاجنحه تبعتها تنور لما تستخدم السكيل، نفس نوفيليت لما يستخدم الالت. يا اخي حياه الحيتان. فاول شيء راح نجرب الدمج مع تيم فري تو بلاي، بعدين راح نجربه مع تيم الحيتان. وطبعا شلت من فورينا الارتفاكت علشان ما تقتل البوس. بس اول شيء اكل التكريت ريت، انا اقول لاخرته يتحمل ضربتين او ثلاث ضربات. اوكي سويت الالت تبع بنت غلط، بس يلا ما عليه، كذا ولا كذا الستاكات تجمع سريع. 232,000. اوكي وات. يب مثل ما توقعت، ما تقدر تقتله من كومبو واحد. اول ما تنقص الاتش بي تبعه راح يشغل الدرع تبعه هذا. اوكي هسه جاء وقت الجدول الحيتان، حطيت له السلاح تبع ديها، ومثل ما تشوفون الديتيلز. يا ساتر هذا ايش؟ تدرون ايش المرعب؟ هذا السلاح راح يزيد البلنج اتاك بنسبة 80%. فاذا تتوقع راح اوصل لنص مليون حط لايك، واذا لا حط اشتراك، لا تحط سلاك يا نوب. بعدين بنت ناخذ لنا كذا حبة بس سكريت ريت، بوم كل الساكات فل. اوه شت 300,000. المرمى ضرب 180,000. وات؟ طيب على هاي تنحسب يعني تقريبا جبت ضرر اكثر من نص مليون، اكثر من ضربه. وات ذا شت ايش هذا؟ الو إيه خير؟ دقيقة دقيقة والله اجرب مرة ثانية، مستحيل. سي 6 بروكن ايوه، بس مستحيل لهالدرجة. ميتين الف بوم، ميتين الف ترجع تطير. ميتين، هاي 220 بعد. الالتمت انشحن مرة ثانية، يعني ادخل لا بس اسوي كذا بس. اتوقع البوس الوحيد اللي يقدر يتحمل هذا الدمج هو سرحان عازف الكمان. اوكي جبت عيد بالكومبو شوي بس ما عليه. ايوه كازيو 300,000. كازيو بوم 300,000. كازيو 300,000 اخرى. انا ما اعرف هل موظفين هويفيرس كانوا مجانين لما سووا هاي الشخصيه؟ تضرب 350,000 مع كل ضربه وما تخلص، تسوي لها سبام، يعني انت تدخل الابس تسوي كذا بس، كازيو سوره بس تنزل، كازيو تنزل. فتخيل لو تدخل الابس مع هذا التيم وكل شوي تضرب دمج 350,000، ايش راح يوقف قدامك؟ فايش رايكم اسوي مقارنه ما بينه وبين نوفيليت؟ اثنينهم سي 6. اتوقع راح اولع دراما جديده في جنشن. فاذا تريد نسوي هذا الفيديو اكتب لي تحت في التعليقات. فالتجربة الثانية راح تكون على طيور الضحك. اوكي نجمع الساكات من الالت تبع فورينا وبوم، هاي 200,000 وهاي 400,000.
يعني بأقل من ثانية جيب الضرر 600,000. تخيلوا يعني شخصية 4 نجوم تالنس ليفل 10 يقول لك ما يقدر الحوت إلا الحوت اللي مثله. فحوت يا حواتة جاب الشهادة، كلاود تحبه، جيمينج يطقه، ابلع. واحد واثنين 245,000. فمثل ما شفتوا بس هلثوا اكثر من 2,000,000 طار النص الدم تبعه من شخصية 4 نجوم. انا عارف انه معاي سبورتات سي 6 بس هو اصلا الدمج تبعه مرة عالي خصوصا الكونسليشن. هسه راح اجرب هذا التيم بالابس وتحديدا على الدودات. واو وات، هو الانيميشن تبعه يتغير لونه ازرق بالابس قبل ما يسوي اي حركة من حركات السافلة. والله لو غطس والله. أيوة 300,000. تعال يا 300,000 ثانية تبلعها. وهاي الثالث سريع سريع سريع. دمه كم؟ أقسم بالله إنه هذا الوحش سافل. شوف ألثه كم صار. روح أعطيها. أيوة الدودة الأولى أخذت معنا 4 ضربات بس، هبت لي تيم وطلع مرة وبي. شوف شوف كيف الدمج، سوي زي كذا بس بعدها اكسكيوت. اوكي الدودة الثانية كم ضربة راح تحتاج؟ طبعا راح تهرب، ليش لا. اوكي هين ليتس جو. باف بنت سريع كف واحد بس ما لحقت. يا عيني رصبا عني دي. اوكي تعال هاي اول 120,000. هرب. توقع كلاو تقدر تكسر هذول. اي والله تقدر تكسرهم. شوف 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 الرقم اللي راح يطلع 150. ابلع. هسه على الروبوت الاخير هذا ما ادري ايش وضعه، يعني ما عندي استخدم بو اصلا عشان اطيحه بس لازم استنى. لا وات دقيقه يقدرون يطيحونه. يس طيحته. اوكي بسرعه قبل ما يقوم. ابلع نستنى شوي. فيبرايز 150,000. 367,000. 349,000. 4 نجوم، هذا شخصية 4 نجوم. صراحة جيمينج أبهرني، من زمان ما شفنا شخصيات كذا 4 نجوم تكون بالإس تير من ناحية الدمج أو السبورتات، وأشوف إنه جيمينج يعتبر أقوى شخصية 4 نجوم حالياً في اللعبة من ناحية الدمج، أقوى من هايزو بكثير. هايزو يضرب ضربة واحدة كل نص ساعة، أما جيمينج فيقدر يضرب كل شوية بلانج أتاك. أنا عارف معي شخصيات سي 6 بس حتى أنت بحسابك العادي تقدر تجيب فيه أرقام محترمة، وبما إنه راح نحصل منه نسخة مجانية من الحدث الموجود حالياً في البنر فتقدر بكل سهولة انك تجيبه سي 6 واستمتع بالدمج. وبرضو اذا تريدون فيديو مقارنة ما بين كلاود ونوفليت سي 6 اكتبوا لي تحت في التعليقات، خلونا نولع جنشن بالدراما مرة ثانية. وبس كذا نكون وصلنا نهاية المقطع. لا تنسوا اخواننا في كل بقاع المسلمين من الدعاء، ونشوفكم على خير بالفيديوهات القادمة. مع السلامة. Peace out.